اهلا بيكم مفتاحات مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده ريفيو عن دقيق لمتنا. ده دقيق لسه نازل. انا في الفتره الاخيره كنت كل فتره كده بنزل لكم ريفيو عن اي حاجه وجربها وتطلع حلوه. النهارده الريفيو عن دقيق لمتنا. دقيق حلو جدا جدا وما بياخدش سوائل كتير كمان ومش بينطر السمنه بره. حلو جدا وهنزل لكم صور الحاجات اللي عملتها بيه. يعني ممكن ساعات تشتري نوع دقيق وبيبقى غالي جدا لو تلاقيه وانتي بتعجني كده بيمطر السمنه او الزيت اللي انتي حطاهم في العجين بتاعك، لكن ده حلو جدا جدا. وكمان مقدار الميه او الحاجه اللي بتعجني بيها بيبقى ما بتاخدش ميه كتير، عشان كده احنا في اي وصفه بنقول الدقيق حسب نوع الدقيق بياخد مقدار السوائل، لكن الدقيق لمتنا ما بياخدش سوائل كتير. يعني لو دقيق تاني بياخد 3 كوبايات، ده تقريبا بياخد 2.5 كوبايات. وده كان ريفيو سريع كده عن دقيق لمتنا. اشتريه وانتي مطمنة. باي.